هوايه. عايزه اعلق على طريقه لبس عليا، والحقيقه انه يعني الستايل بتاع عليا واللبس اللي هو فيري فيري سيمبل، سيمبل لدرجه احيانا البهدله يعني، مش قصدي بس يعني اللي هي أيوة لابسه بس ده حقيقي كده طبعا. بنت عمليه ما بتفكرش في الميك اب، ما بتفكرش في كذا، لابسه فلات اول ذا تايم، يعني على طول تقريبا ميك اب مش موجود. النموذج ده انت كان يعني انتوا كنتوا مختارين انها تبقى عامله كده اللبس، واختيارك طبعا لشقه وسط البلد ده اختيار عبقري، بس ده مش اختيار جيلكو، عشان كده انا مستغربه ليه تختاروا شقه في وسط البلد. يعني اول حاجه الستايل بتاع عليا طبعا، استاذه مريم مبعوف واستاذ خالد عزام الستايلست بتاع المسلسل، وانا قعدنا مع بعض كتير، وكنا عايزين ان احنا نقرب عليا من الواقع على قد ما احنا قادرين. ما كناش عايزين نشتري لبس على قد ما احنا كنا عايزين نخش في دولابي ونلاقي لبس ونشوف هنقدر نركبه بطريقه عامله ازاي، بحيث ان هو يبان طبيعي وسيمبل وشبه الشخصيه. فمعظم الحاجات اكشلي يعني في كذا مره مريم تبقى جايه الشغل الصبح لابسه كارديجن مثلا، طب هات يا مريم هلبس ده في المشهد، اروح لابساه بحيث ان الحاجه تبقى شكلها مستعمل وطبيعي، مش حاجه يعني لسه فريش ومتشال من عليها التيكت. يعني حتى مريم كانت دايما بتصر انه ما يكونش في اي حاجه مكويه، يعني دايما كل حاجه لازم تبقى شكلها طبيعي مكرمش. فحتى خالد كان دايما بينهار على الموضوع ده، يعني ايه ازاي يعني ايه الحاجه تطلع مش مكويه، بس في الاخر فهمنا انه بجد لا، هو ده احسن وانه ده بيخلي الشخصيه تبقى حقيقيه اكتر. فده من ناحيه اللبس، ثلاث ارباع اللبس فعلا من دولابي، قليل الحاجات اللي احنا اشتريناها، وهو بقى خالد كان شاطر قوي في تركيبه الحاجات على بعض. من ناحيه اختيار شقه وسط البلد، اي ثينك انه استاذه مريم نعوم كانت عايزه تشيل عاليه من العالم اللي هي فيه وتحطها في عالم تاني تماما مختلف عن البيئه اللي هي نشات فيها. وهي الشخصيه اتكتبت ان هي شخصيه يعني من الشغل للبيت ومن البيت للشغل، يعني ما بتخرجش من الزمالك يعني. فطبعا وسط البلد اللي هي حقيقيه جدا، وانا بحس ان وسط البلد هو يعني قلب القاهره قوي، يعني اتس فيري الايف وفيها ناس كتير وزحمه وعمارات، يعني هي كتيره قوي على طبعا واحده بنت ما شافتش الشوارع وما نشاتش بيئه عامله زي ده، فكان مختلف. فاي ثينك عشان كده هم اختاروا يعني وسط البلد، بس انا شايفاه قرار برضو كان هايل يعني. جدا، بس يعني انا دايما اقول وسط البلد ده يمكن مكان جيلنا احنا يعني عشنا فيه وانبسطنا وكلنا وشربنا واتفسحنا وحبينا وكل حاجه، لكن هي الزمالك از مور كونسرن يعني اكتر مكان محافظ، لانه من النادي للبتاع للكده، فبالظبط محافظه اكتر. لا يعني انا عن نفسي بحب وسط البلد جدا، عشان انا جامعتي كانت في وسط البلد. انا كنت في جامعه امريكيه ايام ما هي كانت لسه في التحرير. فانا طبعا يعني واحنا بنصور المشاهد واحنا قاعده وانا قاعده بتمشى في وسط البلد، انا بالنسبه لي كنت سعيده جدا، عشان كان بقالي سنين ما تمشيتش في وسط البلد زي ما كنا طبعا بنمشي ايام الجامعه طول الوقت، كنا بنروح وما عندناش يعني عندنا مثلا ساعه او ساعتين اوف، فهنقعد نتمشى في شوارع وسط البلد ونقعد نتفرج على عمارات وناكل حاجات مختلفه من الشارع، فكان بيقربنا اكتر من بلدنا يعني. اي ثينك عن دلوقتي عن الاجيال اللي دلوقتي طبعا عايشه مثلا في كومباوندز وما بتعملش اي حاجه غير ان هي بتروح النادي وعلى البيت جوه الكومباوند، وممكن الويك اند حتى ما يخرجوش من الكومباوند برضو. فلا يعني انا شايفه انه فعلا الاجيال القديمه هي اللي اكتر يعني عارفه العالم بتاع وسط البلد.